السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير. مرحبا بكم معايا اليوم في فيديو جديد. ان شاء الله اليوم غادي نحضر معكم البهله او الغريبه، مهم كل واحد شنو كيسميها. صراحه كتجي بنينه ولذيذه وكتذوب في الفم. بقاو معايا، ما تمشيو فين، غادي نبقاو مع المقادير وكذلك مع طريقه التحضير. وإن شاء الله البهلة اليوم غادي تحضرها لكم بنت عمتي. لهاد الحلوة كنحتاجو 250 غرام ديال الزبدة، يعني زبدة مارغرين ديال الحلويات، كذلك عندي كاس ديال السكر سنيدة، عفوا غادي ندير جوج كيسان ديال السكر سنيدة. بعد غادي نخدم الزبدة مزيان مزيان حتى تجانس لينا مع السنيدة. كذلك غادي نزيد واحد ساشي ديال الفاني او السكر بنكهة الفانيلا، عندي كاس ديال الزيت المائدة، كذلك غادي نزيد كاس اخر، يعني التوتال جوج كيسان. وعندي قبيصة ديال الملحة، بعد غادي نخلط المقادير كاملين باش يتجانسوا ليا مع بعضياتهم، وكذلك البنات باش الزبدة تدخل لينا في الزيت وفي السكر سنيدة، ونخلطوها مزيان عفوا باش ما يبقاوش في هذوك التكتلات او لهذوك الحبيبات. كذلك البنات عندي شويه ديال الزنجلان اللي منقي ومغسول وكذلك محمر واحد شويه، عندي كذلك اللوز تقريبا واحد زلافه ديال اللوز، يعني زلافه صغيره ماشي كبيره، وكذلك زلافه صغيره ديال الزنجلان. صافي غادي نخلط المقادير مزيان مزيان، غادي نجمعهم مزيان. كيف قلت لكم البنات، راه بنت عمتي هي اللي كتوجد معاكم الحلوه، وغادي نبقاو نزيدو الدقيق تدريجيا شويه بشويه حتى كتجمع لينا العجينه. غادي نزيد كذلك جوج خمارات، صافي. ومن بعد غادي تجمع العجينه كامله، وهنا البنات العجينه ما خاصهاش تجي قاصحه، يعني خاصها تجينا رطبه باش كتجي كتذوب في الفم، يعني ما نزيدوش الدقيق حتى نقصحوها، يعني تتبقى لنا رطبه. هنا خلاص ما غاديش نقول لكم الكميه ديال الدقيق، على حساب الخليط ديالكم، وكاين الدقيق اللي كيشرب وكاين الدقيق اللي ما كيشربش. بون انا غادي نبقى نزيد الدقيق شويه بشويه حتى يتجمع لي الخليط وتبقى لي عجينه رطبه. كيف كتشوفوا البنات العجينه مرمله، كتجينا مرمله وكتكون رطبة.
صافي غادي تستمر على هذا الشكل هذا. كيف كتشوفوا راه مين كتجمعها كتجمع بيديها، ومنين كتطلقها يعني كتفرتتها بيديها. كيف قلت لكم مين كتجمعها بيديها راه كتجمع، ومنين كتطلقها بيديها يعني كتفرتت. دونك صافي هذا هو القوام ديالها، ما غاديش تزيد لها مازال الدقيق. دونك هذا هو القوام ديالها، ملي كنجمعوها بيدينا وكنكوروها كتبقى مكوره يعني ماشي كتطلق ولا كتهرس. وانا غادي نكورها كامله على هذا الشكل هذا. وغادي نحطها في واحد اللاطه اللي كتدخل الفران، وغادي نخشيها في الفران باش نطيبها من الفوق عاد من التحت. الفران البنات درجه الحراره ديالو 180 درجه. وهكا البنات كتكون الحليوه ديالنا واجده وتشقات لينا كيف كتشوفوا. كنتمنى ان الفيديو ديال اليوم يكون نال الاعجاب ديالكم. ما تنساوش البنات تخليوا لي لايك ديالكم ولي كومونتير ديالكم، ونتلاقاو في فيديو ماجي ان شاء الله. مع السلامه.